منذ أكثر من نصف قرن مضى أخرج التراث الفني المصري تلك الكلمات الرائعة تعبيراً عن الفرحة بهلال الشهر الكريم، يرددها الأطفال مع بداية رمضان حاملين فوانيسهم الملونة المضيئة. فحكاية الفانوس المصري تحمل بصمات مصرية وتراثية ارتبطت بحضارة أكثر من 1000 عام، ربما تغير شكله وتطور تصميمه، ولكنه سيبقى صناعة تاريخية تتوارثها الأجيال. وهنا داخل هذه الورشة الصغيرة يصنع محمد فوانيس رمضان يدويا مثل ما صنعها أفراد أسرته لأكثر من 100 عام. من 100 سنة بنصنع الفانوس، إحنا في مصر هنا كعيلة كوراثة بنصنع الفانوس بقالنا 100 سنة وأزيد كمان. حضرتك دي حرفة تراثية يدوية، ما ينفعش مكان، ما ينفعش الصين تعمل نفس اللي احنا بنعمله. وبعدين احنا دلوقتي، الاول كنا بنستورد فوانيس، دلوقتي احنا بنصدر فوانيس. ورغم ان هذه الحرفة والصناعة تورثناها جيلا بعد جيل من ايام الخليفة الفاطمي، الا انه لسنين زاحم المصريين فيها استيرادها من الخارج ليتغير معها شكل الفانوس ويتحول لمجرد لعبة لا حضارة لها ولا تاريخ. ولكن مع إصدار قانون وقف استيراد الفوانيس والاعتماد على الصناعة المحلية في إبريل من عام 2015 انتعشت الصناعة من جديد. أسعار الفوانيس بتبتدي من أول 8 جنيه وده ما كانش بيحصل أبداً في الفانوس المستورد. المصنع المصري ابتكر وتفوق على المنتج الصيني كمان، وبقى بيعمل منتجات تتماشى مع تراثنا المصري والإسلامي. ما بين الفانوس النحاسي والخشبي والبلاستيكي تجد مئات الأشكال والأنواع والأحجام مصنعة محلياً بالسوق المصري لترضي كافة الأذواق وتصلح لكل الأعمار. دايماً بحب أشتري الفانوس المصري عن المستورد، الحاجات المصرية طبعاً أحسن من المستوردة كتير. أنا فرحتي إن أنا بنزل أجيب لأحفادي وبجيب لنفسي فانوس على فكرة. كنا زمان بننزل طبعاً الشارع والفوانيس بقى وننزل نغني بيه في الشارع، الوقت طبعا الحاجات دي قلت، لكن ما زالوا بيمسكوه ليلة الرؤية بالليل كله بقى يفتح الفانوس ويقعدوا يلعبوا بيه. طبعا الطفل بيفرح بيها، ده مجرد اني بكلمه حتى في تنبلون جبت كذا فرحان، هي تيتا جابت الفانوس. ومع كل هذا التعدد في الأشكال يبقى الفانوس المصري التراثي هو الأكثر مبيعا وإعجابا من قبل الزبائن، يهادون به بعضهم البعض ويزينون به منازلهم وشوارعهم. مهما كان عمرك فإن شراء فانوس رمضان يعتبر عادة لا يمكن قطعها، تورثناها عن أجدادنا وستستمر لعقود وقرون قادمة. فهذا المصباح المضيء مهما تغيرت وتطورت أشكاله سيحمل مع اقتنائه بهجة وروح رمضان وذكريات كثيرة لا تنسى. نرنا عادل، حكايات رمضان، إكسترا نيوز.